بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ناخذ اليوم المحاضرة 12 في التنمية المستدامة، وهي استكمالا، طبعا هي ليس استكمالا، وإنما هو هذا الموضوع موضوع منفصل عن المواضيع اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، اللي آخر شيء أخذنا طبعا تجارب الدول في موضوع التنمية المستدامة. واليوم لا بأس إنه ناخذ العلاقة بين علم الجغرافيا والتنمية. طبعا بالحقيقة عند دراستنا لهذا الموضوع انه ليس الجغرافيين فقط من هم يدرسون التنمية، ولكن هناك كثير من التخصصات تدرس هذا الموضوع، من ضمنها علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم السياسة، مختلف العلوم ذات العلاقة تدرس هذا الموضوع، ولكن الجغرافي يدرسها من زاوية تختلف عن الزوايا التي ينظر إلى هذا الموضوع من العلوم الأخرى، لأن الجغرافيا بالحقيقة مثل ما أسلفنا بأنه علم المكان هو الذي يزودنا تفسير منطقي ومعقول لتوزيع الظاهرات، وهو يمثل الشخصية الجغرافية للمكان، وبالتالي فعند دراستها تتبع كثير من الملامح والعلاقات المتفردة للمكان. يعني الجغرافي ينظر إلى موضوع التنمية بنظرة شمولية أوسع، ويحددها حسب مقتضيات الحاجة إلى هذه المشاريع التنموية، وأيضا ينظر إلى السكان باعتباره الدينامو، أو الـ يعني الشيء الضروري في مجال التنمية. السكان هو المحور الأساسي في موضوع التنمية، لأنهم هم الذين يحتاجون المشاريع التنموية، وبالتالي فهو يبني العلاقة ما بين السكان وما بين المشاريع التنموية، ويحدد الأهداف التي يمكن أن ترسم من خلال ما يضعه المختصون في هذا المجال. فإذا علم الجغرافيا باعتباره هو علم التوزيعات، نلاحظ مثل ما قلت أنه يعني أشمل في نظرته لموضوع التنمية، وله آفاق واسعة جدا في معالجة هذا الموضوع أو تحديد الأهمية منه، على خلاف ما ينظر إليه من العلوم أو الاختصاصات الأخرى. الجغرافي أيضا يعني لا يقتصر دوره فقط على دراسة اللامساواة المكانية أو التفاوت في الدخل وعدم العدالة في توزيع المشاريع التنموية، اللي خصوصا موجودة في الدول النامية اللي تستحوذ عليها المراكز الحضرية بالدرجة الأولى، لكن الدور الجغرافي يتحدد بأنه يكون أشمل في توفير الأسس المادية للتنمية وتحديد الاحتياجات. احنا أخذنا فيما سبق، سواء كان عند حديثنا للمشاريع التنموية الحضرية أو المشاريع التنموية الريفية، ولاحظنا هناك كثير من البرامج وكثير من الأهداف وكثير من الأسس التي تبنى عليها أو يبنى عليها هذا الموضوع. وبالتالي فإن الأمر الذي تطرقنا إليه في السابق ذكرنا أنه يجب أن يحدد الذي يدرس التنمية أو الذي يؤسس لموضوع التنمية أن يدرس حالة المساواة المكانية في توزيع المشاريع التنموية، وأن تكون هناك عدالة في المناطق من هذه المشاريع. وأيضا بنفس الوقت أنه لم تكن هناك المشاريع التنموية، لا تكون المشاريع التنموية حصرا على المراكز الحضرية على المدن يعني، بينما يتعدى ذلك إلى المدن الصغيرة وإلى الأرياف. طبعا نلاحظ إحنا المشاريع التنموية تستحوذ عليها المدن الكبيرة في الدول النامية، بينما في الدول المتقدمة لا يستثنى المكان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ريفا أم حضر، من مشاريع التنمية التي تحدد الأهداف. لأن احنا درسنا مثلا عندما نتطرق إلى موضوع التنمية وبناء الأسس اللي ترتكز عليها هذه التنمية وبناء المشاريع في الريف، سوف تحصد كثير من
الأمور الإيجابية من وراء هذه المشاريع، وعلى رأسها مثلا أنه أنت تمنع الهجرة من الريف إلى المدينة عندما تقوم بوضع الأسس اللازمة لتوفير الخدمات، بنفس الوقت أنه أنت تساعد الفلاح في بناء اقتصاده واقتصاد الدولة من خلال يعني العمل في مزرعته أو يعني العمل في مشروع تربية الحيوانات وغيرها. وقلنا أيضا في المحاضرة السابقة بأنه المشاريع التنموية التي تبنى في الريف هو أساسا محددة لوظيفة الريف اللي هي الزراعة، وبالتالي أنت راح تخلق شيئا كبيرا وتوفر سلة غذائية وأمنا غذائيا ليس للأسرة أو الإقليم بل للدولة بأسرها. إذا الجغرافيا بحكم منهجها ومجالات بحثها واتساع نطاق دراستها تكون هي الأقدر على معرفة الاحتياجات الأقاليم والمرتكزات الرئيسية للمشاريع التنموية، خصوصا عندما يقوم الجغرافي بتحديد الموارد الطبيعية والاقتصادية، وبالتالي كيفية استغلال هذه الموارد بصورة مثالية، وأن تحفظ للأجيال القادمة حقهم في يعني الاستفادة من هذه الموارد دون الإفراط منها في الوقت الحاضر. وبالتالي فالجغرافي ينظر إلى المكان نظرة شمولية واسعة من جميع الزوايا على خلاف العلوم أو الاختصاصات الأخرى، لأنه العلم الذي يدرس التفاعل بين المكان وبين الإنسان هو علم الجغرافيا، إلى دور كبير جدا في حياتنا العلمية، بل ذهب البعض على أن يقول بأن الجغرافيا هي أم العلوم، بينما نحن الآن نقلل من قدرها في بلدنا. وكل واحد يسألك يقول لك شنو الجغرافيا، شنو الجغرافيا، شنو قيمتها؟ بالعكس، الجغرافيا علم متطور جدا له أساليبه، وهو علم ليس بالنظري، إنه علم تطبيقي يستفاد منه رجال البحث أو المعتمدين في الدولة، خصوصا في تخطيط المدن أو توزيع المشاريع الزراعية أو توزيع المؤسسات الصناعية أو التعليمية أو إلى غير ذلك. بل الجغرافي يدخل في كثير من الأمور التي تخدم الإنسان. إذن الجغرافيا هو العلم الذي ينظر بصورة شمولية من خلال دراسته للمكان بتوزيع الموارد أو بتوزيع المؤسسات التنموية، وينظر إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية والزراعية الموجودة في المكان، ويستفاد يدرسها ثم يضع الحلول والمعرقلة لنجاح المؤسسات أو المشاريع التنموية. إذن علم الجغرافيا هو العلم الذي لديه جملة من الوسائل الإحصائية والرياضية والتقنيات الحديثة، خصوصا بعد ظهور نظم المعلومات الجغرافية Geographic Information System والاستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات الحاسوبية اللي يعتمدها الجغرافي في الوصول إلى النتائج الدقيقة المطلوبة. فإذا عندما نبحث في هذا الموضوع، إذا نحن نبحث في التنمية المستدامة من وجهة نظر جغرافية، لأن الجغرافي هو أعلم من جميع العلوم الأخرى في المكان، لأنه يطلق عليه علم التوزيعات، وبالتالي فهو يدرس الحالة التي يمكن أن توضع فيها المشاريع التنموية التي يستفاد منها الإنسان في المكان الذي يعيش فيه. رغم أنه كل هذه المواضيع أو كل هذا الكلام الذي تطرقنا إليه، أيضا أن لعلم الجغرافيا دورا مهما. وين يتمثل هذا الدور؟ يتمثل في حل المشكلات للتوازن التنموي أو اللا توازن التنموي بين الأقاليم وأعطاء البعد المستقبلي للتنمية في أي إقليم. شلون يعني نفسر هذه العبارة؟ إن الجغرافي عندما ينظر إلى الإقليم بمرتكزاته وموارده الطبيعية، وأيضا ينظر إلى التوزيعات السكانية في هذا الإقليم حتى وإن كانت متباينة بين مكان ومكان داخل هذا الإقليم، فهو ينظر في حالة لا توازن من حيث اختلاف الاستيطان البشري في الإقليم، وبالتالي عندما يبحث
في اللاتوازن في موضوع الاستيطان البشري، بما معناه أن هناك كثافة سكانية في مكان وهناك كثافة سكانية متوسطة في مكان آخر وهناك انخفاض في كثافة سكانية في مكان ثالث، فهو على ضوء هذا اللاتوازن ينظر إلى بناء المشاريع التنموية حسب استحقاق كل مكان من مكانات أو مكان من مكانات الأقاليم، وبالتالي يعطي بعدا مستقبليا للمشاريع التنموية وما سوف تكون أو سوف تؤالي إليه هذه المشاريع من يعني حالات إيجابية للناس اللي موجودين. إذا نحن عندما ندرس هذا الموضوع، وقلت لكم أنه ندرسه من خلال البعد الجغرافي أو النظرة الجغرافية، أيضا بنفس الوقت المشاريع التنموية بنفس الوقت ينظر لها الجغرافي كحالة مستقبلية، كيف يستطيع أن يبني مشاريع تنموية آنية يعني حالية، وأيضا يعطي نظرة مستقبلية أنه كم من المشاريع التي سوف تبنى وكم من السكان الذي سوف ترتفع معدلات نموه، وبالتالي سوف يوازن ما بين ارتفاع الكثافة السكانية وما بين المشاريع التي أسس لها وبالتالي تخدم المستقبل أو تخدم الآن وتخدم المستقبل. أيضا بنفس الوقت عندما يدرس الجغرافي المشاريع التنموية ويعمل على تسوية الاختلافات المكانية المتعلقة بسوء توزيع ثمار التنمية، يعني الأشياء اللي تدرها التنمية إيجابيا على السكان، هنا يكون يعني تسوية المكانات عن طريق تقليلها أو الحد منها وتوضيح مناطق الفقر التنموي ومناطق التركز التنموي، تركزها ونقل التنمية إلى مناطق تناقصها، وبالتالي تخلق نوع من العدالة ما بين توزيع المشاريع التنموية، وهذا ذهبنا إليه في محاضراتنا السابقة عندما تطرقنا إلى المشاريع التنموية. فإذا عندما نقول علم الجغرافيا فإنه الأقدر على دراسة الشمولية للمشاريع التنموية، باعتبار أن علم الجغرافيا هو علم المكان وهو الأعلم في توزيع مثل هذه المشاريع من غيره من العلوم الأخرى. طيب الآن يعني نقف دقيقة أسألكم يعني سؤال على ضوء ما أخذناه في المحاضرات السابقة وعلى ضوء ما موجود لدينا الآن. قلنا بأنه علم الجغرافيا ينظر إلى توازن المكاني، التوازن التنموي في المكان، يعني التوازن التنموي في المكان أنه تتحقق مبدأ العدالة من خلال توزيع المشاريع التنموية على المناطق اللي موجودة بالإقليم باختلاف تراكيزها أو تركزها السكاني. ما الغاية التي يتع أو يعني يتطرق أو التي يذهب إليها الجغرافي في أنه يدرس حالة المكان أو يدرس حالة الشمولية المكانية ليعطي بعدا مستقبليا وآنيا للمشاريع التنموية؟ ما الحالة التي يقوم بدراسة، لماذا يقوم بدراسة هذه الحالة اللي توضح مدى احتياج الأقاليم، سواء كان حتى وإن كانت هناك اختلاف في مستوى كثافتها السكانية؟ هو يقوم بدراسة الشمولية المكانية ويعطي تصورا للمشاريع التنموية المستقبلية رغم وجود عدم تكافؤ في الكثافة السكانية. هل فهمتم ما أقول أم لا؟ نعم دكتور، نعم سارة تفضلي. نعم دكتور، إن أحد الأسباب التي تميز علم الجغرافيا عن باقي العلوم سواء كان علم اقتصاد، علم اجتماع، علم سياسة، هو أنه تكون الجغرافيا تحقق توازن
تكون توازن سواء كان من ناحية السكان، من ناحية وفرة الموارد، على خلاف مثلا على سبيل المثال أن التنمية الاقتصادية تكون تعني بها زيادة سريعة بمستوى الإنتاج الاقتصادي، الدخل القومي. أما بالنسبة لعلم الاجتماع أيضا، أي التنمية الاجتماعية يقصد بها تغيرات على خلاف الجغرافيا، أي التنمية الجغرافية التي تتميز عن باقي هذه التعاريف التي سبق ذكرها في المحاضرات السابقة، أنه تكون تحقق توازن، يعني تختلف وتحقق سواء كان توازن من حيث الكائنات الحية، وكذلك أنه تدرس الاستيطان البشري من حيث ارتفاعه وكثافته السكانية وكذلك انخفاضه. وهذه الميزة جعلتها تتميز عن باقي التعاريف السابقة للتنمية سواء كان من النواحي المختلفة. جيد. بعد دكتور، وتحقق أن توازن بين الأجيال، تحقق توازن بين الكائنات الحية، إضافة إلى أنه يعني لا تقل شأنها من شأن باقي العلوم من حيث التوازن تكون بين المناطق الشمال ومناطق الجنوب. نعم، ممتاز جدا. بعد شكرا دكتور. نعم دكتور، يا وسهلا. بعد نعم نعم دكتور، كل علم من له انت بابا؟ شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ دعاء كاظم. دعاء، تفضل دعاء. نعم دكتور، التنمية أعتقد انقطع الصوت عند دعاء. سمعوني؟ سمعوني طلاب، سمعوني. يعني كل ساعة وصار خلل بهذا المودل، كل ساعة وصار خلل بهذا المودل، يطالبونك انه استغفر الله رب العالمين.
طبعا نكمل لأنه صار خلل بالبرنامج والمودل من عندهم هم. يعني كمل موضوعنا، كمل الشرح. طبعا إذا خلل صار بالبرنامج، يعني خلل بهذا المودل خابصين به. يعني إذا نكمل موضوعنا، لا يقتصر دور الجغرافي فقط على دراسة التنمية من الجوانب التي تمت الإشارة إليها اللي أخذناها، بل تقوم الجغرافيا بإدخال التنمية ضمن مفاهيم رئيسية أبرزها مثلا التوزيع والتباين والعلاقات المكانية، وتبحث بنفس الوقت في تباين توزيع مستويات التنمية بين الدول، لأن هناك مثلا دول لديها مشاريع تنموية على قدر كبير جدا، ودول ليس لديها أو لا تمتلك مثل هذه المشاريع التنموية. هذا يرجع إلى سوء الإدارة أو سوء يعني سوء التوزيع من قبل الدول. يعني هناك طبعا دول حسب المقتضيات اللي موجودة بها من يعني موارد ودخل تكون يعني المشاريع التنموية على ضوء ذلك. الجغرافيين بالحقيقة يرون أن التنمية هي تعني أفضل السبل لاستغلال موارد إقليم معين لتحقيق الرفاهية للسكان، وهذا الموضوع طرقنا له بالمحاضرات الماضية، سواء على مستوى التنمية في الحضر أو التنمية في الريف. قلنا بأنه الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتوزيعها التوزيع الأمثل وعدم الإفراط فيها وتوزيع المشاريع بصورة عادلة ممكن أن تخلق نوع من العدالة وتخلق نوع من الرفاهية للسكان عندما يستغلون مواردهم استغلالا أمثلا. طرق الاستعمال أو طرق استغلالها، طبعا هذه الموارد تستغل حسب الحاجة اللي موجودة عند السكان، وبالتالي تبنى المشاريع التنموية على ضوء ذلك. أيضا في الموضوع الآخر ناخذ الآن هذا الموضوع، أي طبعا التنمية هذا ماخذين هاي الأسطر اللي تشوفوها أنتم قدامكم، تطرقنا لها في مواضيعنا السابقة ولا نعيدها مرة أخرى لأنها تعتبر هاي مادة مكملة لموضوعنا مال اليوم. ناخذ المعوقات التي تقف أمام التنمية. بالحقيقة أخذنا أيضا هناك في مواضيعنا اللي درسناها المعوقات بصورة عامة أو بصورة خاصة عن اللي تعرقل المشاريع التنموية أو تقف عقبة أمام التنمية المستدامة، وتطرقنا بالموضوع إلى أنه النمو السكاني غير المتوازن إلى دور كبير جدا، ويعتبر من المشاكل الكبيرة حول موضوع إنجاح المشاريع التنموية. طبعا تختلف معدلات النمو السكاني بين الدول والأقاليم، يعني المعدل السكاني ليس متساوٍ بين الدول وبين الإقليم الواحد، هناك تباين ما بين الدول في هذا الموضوع. يعني مكان ترتفع فيه الكثافة السكانية أو دولة ذات نمو سكاني مرتفع ودولة ذات سكان نمو سكان متوسط ودول ذات نمو سكاني منخفض، والمكان أيضا الإقليم، هناك إقليم أحد أماكن بها ارتفاع سكاني وهناك تمركز سكاني وهناك بعض المناطق خالية من التمركز السكاني. إذن هناك تفاوت بالحقيقة بين التوزيع السكاني أو تختلف معدلات النمو السكاني في المكان سواء على مستوى إقليم أو على مستوى الدول. لهذا الاختلاف في موضوع معدلات النمو السكاني بين الدول والأقاليم أيضا يصاحب هذا الموضوع أيضا اختلاف حسب المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الدولة الواحدة، باعتبار أن النمو السكاني يتعرض لتأثير يعني يتقيد بكثير من المتغيرات، سواء كانت هذه المتغيرات اجتماعية اقتصادية بيئية نفسية سياسية. يعني نشوف احنا مثلا هناك دول بها ارتفاع بمعدلات النمو السكاني، وهناك دول يسمونها دول هرمية مثل الدول الأوروبية لأنه ما عندهم
أو شبه تحديد النسل يعني، أو يعني ليس لديهم الطاقة بتكوين الأسر، وبالتالي يعني الإنجاب عندهم، الإنجاب قليل جدا، وبذلك أنه دائما نشوف الهرم السكاني عندهم القاعدة السكانية اللي هي تمثل قاعدة أطفال صغيرة جدا، والكبار السن بالهرم يكون متسع جدا. فشهد أيضا موضوع العلاقة بين السكان والتنمية، أو أخذ اهتمام واسع في الدراسات السكانية والاقتصادية، وهذا الشيء تنبأ إليه روبرت مالثوس بنظريته. يعني من ذيك النظرية ولحد الآن زاد الاهتمام في الدراسات السكانية والاقتصادية. طبعا حتى وإن لم يكن مالثوس قد وضع هاي النظرية اللي هي النظرية التشاؤمية، اللي قال بأنه السكان يتزايدون على شكل متوالي هندسية، والغذاء يتزايد على شكل متوالي عددية، وبالتالي هناك فجوة واسعة جدا بين إنتاج الغذاء وبين ارتفاع السكان، اللي تأثر تأثيرا سلبيا وتخلق مشاكل كبيرة. هذا ما ذهب إليه مالثوس. فظهرت كثير من الدراسات اللي حول هذا الموضوع، وطبعا مع التطور الصناعي والتقني ظهرت كثير من ظهرت كثير من التقنيات الحديثة اللي اهتمت بمسألة الغذاء والإنتاج الزراعي، واستخدمت كثير من الوسائل الحديثة اللي أرفعت من حجم الإنتاج الزراعي، وبالتالي قد لا تكون هناك مشكلة غذائية موجودة على سطح الأرض. طيب، هناك بعض الباحثين يذهبون على أن النمو السكاني يؤثر تأثير سلبيا في عملية التنمية، باعتبار أن هذا النمو يكون محفزا لعملية النمو والتنمية ومعوقا لها بنفس الوقت. يعني كثرة السكان أو ارتفاع معدل السكان يعتبر محفز لأن تقوم الدولة ببناء مشاريع تنموية ليخدم هؤلاء السكان، وبنفس الوقت يكون معوق لها عندما تكون هناك موارد اقتصادية قليلة لا تكفي لإعالة هذا الكم الهائل من السكان، وبالتالي سوف نلاحظ أن هنا طبعا أكو بعض الدول لا تهتم لموضوع الارتفاع الكثافة السكانية، وعلى سبيل المثال مثلا نأتي إلى الصين. الصين بالحقيقة تعتبر يعني أول دولة من حيث الكثافة السكانية أو من حيث الحجم السكاني، يعني الآن تربو على المليار وال300 مليون نسمة. رغم هذا لن ننظر إلى الصين أن هناك مجاعة بالصين حدثت أو مشاكل غذائية حدثت، أو بسبب أنه الصين يعني تقدمت بخطوات كبيرة جداً في بناء دولة مؤسساتية وبناء دولة صناعية زراعية أصبح لها ثقل كبير على مستوى العالم، وبالتالي فوضعت برامج تنموية اقتصادية اجتماعية سياسية كان لها دور كبير في خلق نوع من التوازن ما بين توفير الغذاء وتوفير استغلال الثروة وتوفير الغذاء، وما بين الارتفاع في الحجم السكاني. هناك دول أيضا مثلا الهند، وإن لم تحصل فيها مجاعة لكن الهند أقل شأنا من الصين، حتى هي يربو سكانها على مليار و200 مليون تقريبا نسمة. رغم ذلك هي فيها نوع من بعض الأقاليم، يعني فيها نوع من الفقر بسبب عدم وجود مشاريع تنموية أو عدم استطاعة الحكومة في توفير مشاريع تنموية لبعض قطاعاته. إذن هناك حالة من الحالات أنه قد يكون النمو السكاني حافزا لبناء مشاريع تنموية، وقد يكون معوقا متى ما يعني لم تكن في الأقاليم أو الدول موارد طبيعية ممكن أن يستغلها السكان لبناء المشاريع التنموية. إذا كانت العلاقة بالحقيقة وطيدة بين الحجم السكاني وقوة الدولة، هذه العلاقة يعني انتفت الحاجة إليها كما كانت في السابق. ليش؟ لأنه التطور العلمي والتقني الحديث كان ذلل الصعاب أو ذلل الفجوة أو قلص الفجوة ما بينه، إنه يكون إنه الحجم السكاني مرتبط بالمشاريع التنموية، أو دولة بدون حجم سكاني ليس لها أي طاقة في بنائها. وهذا طبعا اختلفت المواضيع بهذا المنظور، لأنه التطور التقني
ولت كثير من الحالات اللي تنجز بها العمل وتختصر بها الزمن وتختصر تختزل بها الأيدي العاملة. ممكن إنه الآن شخص واحد يدير مزرعة من يعني من 10 هكتارات مثلا، يمتلك تقنية الزراعية الحديثة ممكن، والآلات الزراعية ممكن، يستغني عن كثير من الأيدي العاملة. هذا ما نلاحظه في أمريكا الشمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، لأنه التطور التقني ذلل صعاب الأيدي العاملة، عدم وجود الأيدي العاملة في مجال الزراعة، وبالتالي قلص هذه الأيدي العاملة. أيضا نلاحظ أنه ارتفاع مستويات التصحر وزيادة نسب التلوث وكثير من الأمور اللي قد تخلق نتيجة للارتفاع السكاني، أيضا لطلب السكان على استغلال الأراضي السكنية، استغلال الأراضي وتحويلها إلى مناطق سكنية، استهلاك كثير من الموارد الطبيعية، الإهمال في موضوع المشاريع الزراعية خصوصا في دول العالم الثالث، بعض دول العالم الثالث، خلق نوع من المشكلات التي تقف عائقا أمام تنمية بعض المشاريع ذات العلاقة. يعني مثلا تنمية المشاريع الزراعية مثل كما عندنا موجود بالعراق، يعني ما موجود عندنا هناك برامج تنموية فيما تخص الزراعة أو برامج تنموية فيما يخص الصناعة، وبالتالي تعرقلت أو تعرقل هاتين القطاعين، خلق لنا نوع من الإشكالية في موضوع الاقتصاد. من المشكلات أيضا اللي تقف عائق أمام التنمية هي المعوقات الاقتصادية في الحقيقة، اللي نستطيع أن نوجزها بالخلل، نوجزها في الخلل في هيكل الاقتصاد، النمو المتسارع للسكان، عدم وجود رؤوس أموال بشرية، عدم أو سوء الإدارة والفساد، عدم كفاءة إنتاج المنتجات الدولة التجارية، عدم وجود رأس مال حقيقي، ديون الدولة المتراكمة، غياب حقوق الملكية، عدم حماية حقوق المستهلك، قانون المنافسة بين التجار محدود جدا، الاستغلال المفرط للموارد البيئية غير متجددة، وتغير المناخ وكثرة الصحاري. كل هذه تعتبر من المواضيع اللي نستطيع أن ندرجها تحت المعوقات الاقتصادية. كل نقطة فيها دراسة كبيرة جدا، كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى دراسة مستفيضة جدا. الخلل في هيكل الاقتصاد ما معناه أنه الدولة ليس لديها الكيفية الكاملة في رعاية المشاريع الاقتصادية اللي تدر أرباحا أو تجلب العملات الصعبة إلى الدولة، خصوصا القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، قطاع السياحة وهكذا. إذن عندما ندرس هذا الخلل سوف نلاحظ كثير من الأمور، أما أن تكون أمور إيجابية وأما أن تكون أمور سلبية. النمو المتسارع للسكان أخذناه وتطرقنا له وعرفنا كيف أنه يؤثر أحيانا في بعض الدول وكيف لا يؤثر أحيانا في بعض الدول، حسب مقتضيات وجود الموارد الطبيعية المستغلة في بناء مشاريع تنموية تخدم هذا السكان ذات الحجم الكبير. عدم وجود رؤوس أموال بشرية اللي هو أساس بناء المشاريع التنموية، كما أسلفنا رؤوس الأموال هي اللي تحقق بناء المشاريع التنموية. صح إن الإنسان يعتبر رقم واحد في التنمية، لكن الإنسان لا يستطيع من مفرده أن يقوم ببناء المشاريع التنموية دون وجود رؤوس الأموال التي تستطيع أن تشكل يعني الحجر الأساس في هذه المشاريع. الفساد وسوء الإدارة هما آفتان لا يمكن القضاء عليهما إلا باستخدام القانون الصارم، لأن الفساد أو سوء الإدارة ممكن أن تهدم كل المشاريع التي بنيت من أجل التنمية التي تخدم الإقليم أو تخدم الدولة. يعني وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب أو استفحال الفساد في هذه المشاريع، وبالتالي سوف يكون مصيرها الفشل. إنتاج الموارد أو عدم كفاءة إنتاج المنتجات الدولة، يعني الدولة إذا لم تنتج ويحدث هناك نوع من التوازن في التجارة ما بين الدولة والدول الأخرى، بحيث أنه ميزان التجاري لا يميل إلى الدولة الأخرى، بل يكون أما أن يكون مستقرا أو يميل لصالح هذه الدولة،
هذه الحالة ممكن أنه تحصل الدولة على مميزات كثيرة في مجال الاقتصاد. يعني إذا أنا الآن وإيران، أو أنا والسعودية، أو أنا وتركيا، لنا علاقات تجارية. إذا الميزان التجاري لإيران مثلا 20 مليار بالسنة، أنا أدفعها لإيران حتى تأتيني بالمواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية، بينما إيران ما تأخذ من عندي يجوز مليار ما توصل بالسنة. إذا الميزان التجاري مائل لجانب الدولة المجاورة لنا هي إيران، وبالتالي هذا يعتبر بحد ذاته نوع من المشكلات، لا يحقق استقرار اقتصادي. إذا لابد أن يكون هناك نوع من التبادل التجاري. هذا التبادل التجاري بالحقيقة يبنى على أنه الدولة تنتج وتبادل أو تبيع إلى تصدر إلى الدول الأخرى، وتحصل مكانها عملات صعبة. يعني لا يقتصر على فقط التبادل التجاري على مجال واحد اللي هو بيع النفط، لا، يعني يحتاج إلى تنمية اقتصادية، زراعية، صناعية، أيضا سياحية، وبالتالي تخلق نوع من التوازن بيننا وبين الدول الأخرى. يعني الآن جمهورية إيران الإسلامية استفادت من العراقيين عندما يذهبون للسياحة، وأيضا استفادت من ما تصدره لنا من مواد اقتصادية، من مواد زراعية عفوا، غذائية ومواد استهلاكية. عدم وجود رأس المال حقيقي تكلمنا عليه، وجود الديون المتراكمة للدولة بحد ذاته تعتبر مشكلة كبيرة جدا. الدولة التي تستدين ويتراكم عليها دينها تبقى لسنوات طويلة قادمة هي تسدد فقط الفوائد الدين، وبالتالي تكون مأسورة إما بنك الدولي أو أسيرة الدول التي يعني استدانت منها. القانون وتفعيل القانون إلى دور كبير جدا في حقوق المستهلك. يعني الفلاح عندما ينتج، الدولة تأخذ ما ينتجه الفلاح وتسوقه وتعطيه استحقاقه، وبالتالي تشجعه على أن يكون منتجا باستمرار. المنافسة بين التجار هو قانون كثير من الدول تعمل به، إنه تخلق هذا القانون، قانون المنافسة بين التجار، وهذا القانون يحمي البضائع الوطنية ويحمي البضائع القادمة لدينا من خلال جودة ما ينتج أو جودة ما يدخل داخل الدولة. أيضا الاستغلال المفرط للموارد البيئية غير المتجددة هو بحد ذاته يخلق يعني عبئا كبيرا على الدولة، لأنه الاستغلال هذا يمكن أن يحرم الأجيال من حقها في هذه الموارد. التلوث البيئي الناتج عن الصناعة والناتج عن الإفراط في استخدام موارد الطاقة، هذا بحد ذاته أدى إلى تغير المناخ، فأصبح المناخ متغيرا بين مكان ومكان آخر، جاف في مكان ويعني رطب في مكان آخر، وبالتالي هذا الاختلاف في المناخ أو التغيرات المناخية خلق نوع من المشكلات اللي ممكن اللي تؤثر على الإنتاج الزراعي أو المشاريع التنموية. أيضا كثرة الصحاري الناتجة عن الاحتباس الحراري أدى إلى حدوث يعني توسع في الصحارى، وبالتالي القضاء على أو الزحف على المناطق الزراعية اللي هي بحد ذاتها مشكلة كبيرة، أو نستطيع أن نقول population dilemma، المشكلة العويصة. المعوقات السكانية أو المعوقات السياسية، تكمن المعوقات السياسية بالتدخلات السياسية الخارجية بأمور الدولة وقوانينها. هذا يعني نوع كبير أو حالة سيئة جدا عندما تقوم الدول في التدخلات السياسية بأمور الدول الأخرى وتشريع قوانينها. قد تلجأ الدول، مثلا احنا بيننا وبين تركيا علاقات تجارية، اليوم مثلا العراق فرض تعريفة جمركية أكثر على البضائع القادمة إلينا من تركيا بقصد حماية البضائع اللي تنتج محليا. فإذا تدخلت الدولة التركية في أنه عدم تنفيذ مثل هذه القوانين، هذا يعتبر تدخلا سافرا قد يضر بالمواطنين وقد يضر باقتصادهم. نظام إدارة النفايات الصلبة عند هذه مشكلة بحد ذاتها. النفايات الصلبة يعني تستفاد كثير الدول، كثير منها، كثير من الدول تستفاد من هذه النفايات الصلبة، سواء كانت هذه المنزلية، النفايات المنزلية، وبالتالي تدوير هذه النفايات أو إدارتها تخلق مشاريع صناعية
تدر أولا، يعني ممكن أن تشغل أيدي عاملة، وممكن أن تستفاد من النفايات في إعادة تصنيعها. الدول خصوصا دول نامية عندما تفتح الباب على مصراعيه للتمويل أو لفتح مشاريع يعني استثمارية، يأتيها تمويل من الخارج، هي بحد ذاتها تساعد على توطين التنمية وبناء مشاريع تنموية من خلال المال التي يأتيها من الخارج من خلال الاستثمار اللي تستثمر داخل الدولة، وبالتالي لها دور كبير جدا في هذا الموضوع. قبل لا ندخل بموضوع الآخر، هل لديكم سؤال بهذا الموضوع طلاب؟ بس واضح دكتور. انتم شو اعدادكم؟ يعني بس 33 طالب، دكتور شنو واضح. القضيه؟ بس 33 طالب، البقيه وين؟ شو ما داخلين؟ دكتور نعم، ما هو اكثر جانب ميز التنميه الجغرافيه عن باقي التعاريف للتنميه؟ الاكثر يعني نستطيع ان نقول تعريفا ينطبق أو أكثر مصداقية على أنه للتنمية البشرية محددة، أو للجغرافيين كيف يستطيعون أن يعرفوا التنمية المستدامة، هو أنه كل شيء يستخرج أو كل شيء موجود في المكان يستخدم للإفادة للسكان داخل المكان، ويكون هذا الحالة أو هذا الشيء يعني موزعا بشكل عادل، أي بمعنى آخر بأن الجغرافي ينظر إلى التنمية نظرة شمولية، مثل ما قلت لكم هو الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الإقليم أو في الدولة، وبالتالي هذه الموارد تستغل وتحول إلى مشاريع تنموية، عندما تحول إلى مشاريع تنموية يستفاد منها السكان من خلال ميزتين، الميزة الأولى بأنها عبارة عن مشاريع تدر بخدمات إلى السكان، والميزة الثانية هي تخلق يعني أيدي عاملة للعمل بهذه المشاريع. إذن الجغرافي ينظر إلى التنمية المستدامة بأنها استغلال الموارد وتوزيعها توزيعا أمثلا بين الإقليم أو بين مراكز الإقليم بصورة عادلة ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من الشريحة السكانية. شكرا دكتور. أهلا مرحبا وسهلا. بعد أكو سؤال عندكم؟ اللي ده ممثل القاعة يعني أسئلة، إذا موجود شنو السبب إنه الطلاب ما موجودين؟ يعني عندهم غياب اليوم هواي كثير، يعني ليش؟ يعني 34 طالب حاضر أو 35. لنكمل الآن، نكمل الآن المعوقات البشرية. المعوقات البشرية بالحقيقة هي ما يذهب إليه بعض الباحثين على أنه قلة عدد الإخصائيين أو ذوي الاختصاص اللي هم يقومون بإدارة التنمية. إحنا قبل قليل تطرقنا إلى أنه سوء الإدارة، وسوء الإدارة وأيضا بنفس الوقت الفساد هما آفتان ممكن أن تقضي على كل المشاريع التنموية. فالمعوقات البشرية تنصب بهذا الشيء، أنه عدم وجود متخصصين يقودون مشاريع التنمية، عدم وجود أكفاء وأصحاب خبرة في مجال التنمية يؤدي إلى سوء إدارتها، وبالتالي تخلق مشكلة، هذه المشكلة قد تضر بهذه المؤسسات، وبالتالي لا تحقق إنجازات مثل ما كانوا قد وضعوا لها المخطط. هذا عندنا مخطط يوضح علاقة علم الجغرافيا مثل ما قلنا لكم بالكلام
انه المخطط اللي يوضح علاقه علم الجغرافيا بالعلوم الاخرى. هاي هنا عندنا يعني علم الجغرافيا له علاقه سياحه، صناعه، طاقه، سياسه، ديموغرافيا، زراعه، موارد معدنيه، علم اجتماع، اشكال ارضيه يعني جيومورفولوجيا، مدن، تاريخ، تنميه، اقتصاد، بيئه، نبات، تربه، موارد مائيه، نواء جويه، كارتوغرافيا، نقل ومواصلات. كلها عباره عن علاقات. يعني مثلا النبات اكو جغرافية النبات، جغرافية البيئة، جغرافية اقتصادية، جغرافية التنمية، جغرافية التاريخية، جغرافية المدن، الجيومورفولوجيا، جغرافية النقل، خرائط وصور جوية، جغرافية المناخ، الهيدرولوجيا، جغرافية السياحة والترويح اللي احنا ما ناخذها للأسف المفروض ناخذها لأن لها دور كبير في حياتنا الآن، جغرافية الطاقة، جغرافية السياسية، السكان، كل هذه لها علاقة كبيرة بالشيء اللي احنا ندرسه يعني اللي هو التنمية. من ليس لها علاقة؟ هل السياسة أم الطاقة؟ أم كلها لها علاقة في مواضيعنا؟ لأن علم الجغرافيا تفرع أو تتفرع منه هذه العلوم اللي تحدد هذا العلم وبالتالي تجعله أكثر شمولية. المخطط الثاني العلاقة بين النمو السكاني والضغط على البيئة. شوف النمو السكاني يضغط على البيئة، يسوي تولد على الضغط البيئة، يؤدي إلى تلوث الهواء، يؤدي إلى تلوث الضوضاء، يؤدي الى تلوث شعاعي، تلوث المياه، تلوث تربه، تلوث هواء. هذا اخذناه يعني بصوره عامه اذا تتذكرون المعوقات اللي تؤثر على المشاريع التنمويه اللي من ضمنها التلوث بمختلف اشكاله. وهنا طبعا كل هذه الملوثات اللي ذكرناها تؤدي الى زياده نسبه التصحر، قلة الغطاء أو قلة الغذاء وارتفاع الأسعار، البطالة وقلة فرص العمل، ازدياد نسبة الفقر، هجرة السكان، شحة المياه، تفشي الأمراض، تدهور الغطاء النباتي، انقراض أنواع من الحيوانات، طغيان المياه وغرق السواحل. هذه متى نشوفها؟ متى ما كان هناك ضغط على البيئة وأدى هذا الضغط من قبل الإنسان إلى وجود هذه الحالات اللي هي تلوث هواء بصورة إجمالية وتلوث ضوضاء إشعاعي مياه تربة هواء، كل هذه تؤثر وتؤدي بهذه الحالات اللي نشوفها أمامكم، هذه اللي هي تعود سلبا على السكان. نجي إلى دور نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق التنمية المستدامة. بالحقيقة نظم المعلومات الجغرافية لها دور كبير جدا في حياتنا، أصبحت لا نستغني عنها لأنه العلم الذي ينبئنا أو يعرفنا بالمكان وما آل إليه المكان من مشكلات قد تؤثر عليه تأثيرا سلبيا. نظم المعلومات الجغرافية في العقود الأخيرة طبعا من القرن العشرين قفزت المعلومات هذه أو قفز العلم الجغرافي قفزة كبيرة جدا من خلال يعني استخدامه لنظم تقنية نظم المعلومات الجغرافية، وبالتالي أظهر انه التعريف على او التعريف بالمكان اصبح اكثر تطبيقا واكثر يعني انجازا من خلال استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية، وبالتالي حلت كثير من المشكلات التي كانت بصورة كبيرة متنامية اللي هي مشكلات اقتصادية، حضارية، سكانية وبمختلف الابعاد. حل دراسة الجغرافي اللي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية ذللت كثير من الصعاب في دراسة هذه المشكلات، وبالتالي عندما تذلل هذه الصعاب يمكن أن يخرج الباحث بتوصيات واستنتاجات أكثر دقة. الدراسات التطبيقية يعني بالحقيقة امتازت إلى بحاجتها إلى مستلزمات وتقنيات أجهزة متطورة، وهذه الأجهزة والتقنيات هي من خلال ما استخدمه الباحث أو كثير من العلوم ما استخدمتهم في نظم المعلومات الجغرافية اللي هي جي اي اس معناها جيوغرافيك، واي هي انفورميشن معلومات، واس يعني سيستم يعني نظام. النظام بالحقيقة هو عبارة عن نظام حاسوبي بتكنولوجيا متطورة يقوم بالتعامل مع المعلومات والبيانات بتقنية عالية، يعتمد على كفاءة بشرية وإلكترونية. ثم إن شاء الله السنة القادمة تأخذوها هذه، وهذا يعني يؤدي باستخدام هذا النظام يؤدي إلى حل كثير من المشكلات من خلال
انه نتنبأ بهذه المشكلات، مثلا الزحف العمراني على المدن، مثلا الزحف العشوائي او الاستيطان العشوائي، مثلا دراسة توزيع التراب، دراسة المساحات الزراعية، تدهور يعني المناطق الزراعية من خلال الزحف الصحراوي عليها، أمور كثيرة يعني مراقبة المياه من خلال ما ترسله أو باستخدام الصور الجوية والمرئيات الفضائية، كل هذه تعتبر من الأمور اللي لها دور كبير جدا في الدراسة. طبعا هنا تشوفون هذه الطبقات اللي توفرها تقنية معلومات الجغرافية، اللي هي الأمور الأخرى يعني التربة، المياه، استعمالات الأراضي، الشوارع، الطبوغرافيا، أمور كثيرة تستطيع أن ندرسها من خلال هذا النظام. نظم المعلومات الجغرافية بالحقيقة تحاول من خلال ما لديها من تقنية عالية ومن خلال ما لديها من دقة متناهية وتبسيط العالم الخارجي من خلال قاعدة بيانات وعرض كارتوغرافي، يعني عرض الخرائط. هذه قاعدة البيانات اللي نحصل عليها بالحقيقة من مرئيات فضائية ويتم معالجتها من خلال هذه التقنية. تستطيع أو يعني نستطيع أن تكون تستطيع أن تكون لنا فكرة عن المدن، عن حقول النفط، عن النقاط العسكرية، عن المحاصيل، عن الحيوانات، عن أمور كثيرة، عن النباتات، ونستخرجها يعني من خلال إسقاطها على الخرائط، وتظهر لنا بصورة يعني بصورة أوضح وأكثر دقة. إذن نظم المعلومات الجغرافية هي لا تدرس فقط المشاريع التنموية فقط، وإنما تدرس كثير من الخصائص العلمية أو المجالات العلمية اللي يستفاد منها كثير من الباحثين، ليس في مجال الجغرافيا وإنما في مجالات كثيرة. وأعتقد أنتم العام الماضي عندما درستم الصور الجوية أو تحليل الصور الجوية والاستشعار عن بعد، درستم ما لنظم المعلومات الجغرافية أو تحليل الصور الجوية من أهمية كبيرة في إخراج المعلومات الكاملة عن المكان من خلال هذه الصور والمسح الجوي، وبالتالي تعطينا فكرة عن المكان ومشكلاته. التنمية المستدامة هي ضرورة ملحة، لأنه بالحقيقة الاستدامة طبعا تختلف عن التنمية المستديمة. الاستدامة هو يعني الاستجابة للتنوع الحيوي بجميع عناصره ليقابل متطلبات السكان، كاستخدام الموارد لتحقيق التنمية الكاملة أو الشاملة، وإنجاز صيانة الموارد الحية وإنتاجها. وهذا تطرقنا له في موضوعات أخذناها في بداية دراستنا للتنمية المستدامة. في هذا الموضوع أيضا أنه تعاني من خلال ما معاناة الشعوب لمشاكل كثيرة جدا، خصوصا دول العالم النامية، في موضوع الغذاء، الأمن الغذائي، في موضوع ارتفاع الكثافة السكانية، في موضوع التنوع الحيوي، في موضوع التراجع الموارد النباتية والحيوانية. كل هذه يعني حفزت أنه الإنسان أو حفزت الدول من أن تقوم بدراسة بوضع دراسات شاملة لأهداف. هذه الأهداف ممكن أن تكون لها دور كبير في حياة الإنسان من خلال بناء مشاريع تنموية حسب الخطط اللي تضعها الدولة. في موضوع التنمية هو موضوع إلى دور كبير في علم الجغرافيا، ويعني أقول أنه ليس فقط على مستوى علم الجغرافيا، بل هو موضوع اهتم به كثير من الباحثين في يعني علوم كثيرة ومتنوعة. نيجي الآن نشوف أنه وضع استراتيجيات متعددة من قبل المنظمات والهيئات المتخصصة لمنع التدهور اللي حاصل في مجال الموارد الطبيعية. احنا نعرف بأن الإنسان بعد الثورة الصناعية حصل الكثير من التلوث، وهذا التلوث أدى إلى أنه حصلت مشكلات ليس على مستوى المناخ عفوا، وإنما حتى على مستوى التربة، وأيضا على مستوى
استعمالات الأراضي أو الزحف على هذه الاستعمالات وبالتالي غياب تنسيقها. فكثير من المشكلات حدثت بعد الثورة الصناعية، وكلما تقدمنا بالزمن كلما تفاقمت وتراكمت هذه المشكلات. فوضعت هناك كثير من الاستراتيجيات من قبل المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة لمنع التدهور في مجال الموارد الطبيعية، مثلا زيادة التنمية التكنولوجية والأبحاث في مجال تحسين الأراضي والمياه. يعني لابد أن تقوم الدولة بوضع أو تأخذ بنظر الاعتبار هذه النقطة، أنه كيف تستطيع أن تحافظ على موضوع المياه، وكيف تستطيع أن تحافظ على تحسين الأراضي من أن تتحول إلى بور أو تزحف عليها الصحراء أو يزحف عليها السكان ويحولها إلى مناطق سكنية. هاي لها دور كبير جدا يعني بالحقيقة في حياتنا. المياه لها دور كبير، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الله سبحانه وتعالى يقول. فإذا المياه ليس فقط في الاستعمالات البشرية، إنما يذهب الحاجة إليه في الزراعة وفي تربية الحيوانات والصناعة بنفس الوقت. فالمياه إن هدرت تكون لها عبء كبير جدا على الدولة وحالة سلبية أيضا. إحنا نلاحظ الآن في مياه تحول أو ارتفعت ملوحتها بسبب نقص هذه المياه، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبسبب ارتفاع التلوث اللي يستخدمه أو يرميه الإنسان بنهري دجلة والفرات، وليس في دجلة والفرات أيضا على مستوى النيل أو على مستوى كثير من الأنهار والبحيرات. أيضا كثير من الدول تعرضت مياهها إلى حالة من التلوث نتيجة لسوء استخدام الإنسان فيها. ترويج الاستثمار، النقطة الثانية ترويج الاستثمار في مجال تحسين الأراضي وإقامة السدود. طبعا إقامة السدود لها دور كبير، احنا تعرفون بين فترة وأخرى نتعرض إلى سيول تأتينا من إيران نتيجة للأمطار الغزيرة، لكن للأسف هذه المياه ليس لدينا خزانات نحتفظ بها ونعيدها إلى النهر في وقت نفاذ المياه. هذه المياه تأتي وتذهب إلى النهر، وبالتالي النهر يرميها في الخليج، وعبثا لا نستغلها ونكون بحاجة إليها. بينما كثير من الدول لديها مشاريع تنموية في مجال المياه كبيرة وعملاقة، استفادت من المياه الأمطار وبالتالي خزنتها لوقت الحاجة. تعديل الحقوق الملكية بهدف تشجيع الاستثمار طول الأمد، إنه تعطي أنت ملكية الأرض لمن يملكها، أو الأرض لمن يحييها، الأرض لمن يحييها، الإنسان الذي يحيي الأرض هو يكون يعني أهلا لأن يمارس حرفة الزراعة عليها. إذا كانت هناك أرض متروكة، لماذا لا تقوم الدولة بتوزيعها على الناس اللي لهم المقدرة على استغلالها استغلالا أمثل في مشاريع زراعية. البحث عن بدائل جديدة للطاقة، يعني خصوصا الطاقة النظيفة، مثلا الطاقة الشمسية، مثلا طاقة الرياح، مثلا طاقة المياه. يجب أن نستفاد من هذه الطاقة ونحولها إلى طاقة نستفاد منها بدل الطاقة الملوثة للبيئة. تطوير أنظمة تخطيط مرنة في الحقيقة تشارك في استخدام المناسب للأراضي والمياه، تطوير البنية التحتية التسويقية، تشجيع التنمية الريفية، تشجيع الاستثمارات في المناطق الحدية اللي ممكن أن تتعرض إلى تتحول إلى بور، معالجة محددات زيادة ري الأراضي، الحد من التلوث الإشعاعي، إيجاد قوانين وتشريعات للحد من تلوث البحار. كل هذه تعتبر أساسيات، وإحنا تطرقنا إليها في مواضيع سابقة أثناء الكلام عنها، وكل نقطة لها تفسير وإلها دراسة وإلها معالجات استنتاجات ومعالجات. لكن عندما نأخذها بصورة يعني سريعة وكاملة، إنه التلوث اللي نتج عن الإنسان من خلال التوسع في المجالات الصناعية سبب مشاكل للبيئة، وهذه المشاكل قد تؤثر سلبا، وفعلا أثرت سلبا، أثرت على الترب وقلة إنتاجيتها في المحاصيل الزراعية، وأثرت على المناخ، وحصل هناك تباين مناخي بين مكان ومكان على سطح الكرة الأرضية. تعرضت البحار إلى تلوث كبير جدا من خلال ما يرمى لها أو يرمى فيها من
مواد إشعاعية أو يعني نفايات ملوثة ناتجة عن بعض المعامل اللي قد تكون أو تستخدم الطاقة النووية. كل هذه لها دور كبير جدا في زيادة المشكلات، وبالتالي تحتاج إلى تنمية مضاعفة للحد من هذه المشكلات. عندكم سؤال يعني بهذا الموضوع، يعني من خلال من عنده سؤال؟ أحمد عبد الحسين. واضح دكتور. أحمد عبد الحسين، جيد، ما موجود. خلاص أخلاص خلاص، عندك سؤال؟ لا أستاذ، كل شيء واضح. آيات جاسم، آيات 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 جاسم، يعني ما موجودة، جيد، غايبة. آيات خليل، آيات نعم دكتور. عندك سؤال آيات؟ لا لا ما. جيد. جاسم محمد، جاسم نعم دكتور. عندك سؤال جاسم؟ لا دكتور. جيد جاسم. حنان حسن، حنان لو جنان، حنان، حنان حسن، عندنا حنان حسن، ما أعتقد عندنا حنان حسن. نعم نعم دكتور، عندنا عندنا. وينها؟ دكتور موجودة موجودة. هي خدت، هتقول لي خدت تفتح المايك. احتمال يعني مو يم الجهاز. جيد، بعد غايبة. حيدر حمود، حيدر، حيدر حمود صقبان، هذا غايب. حيدر صباح مزر، نعم دكتور موجود، عندك سؤال؟ لا لا دكتور ما موجود. حيدر كاظم، حيدر كاظم، ما موجود، غايب يعني. دكتور محمد كاظم. ها؟ محمد كاظم، نعم موجود. حيدر كاظم دعير، نعم موجود. زين، دعاء كاظم، نعم قطعت ألف صغير، ها؟ قطعت ألف جات، ما أنا ما أسأل بأليف، أنا أسأل بالأسماء اللي عندي، كلكم أنتم طالعين 30 طالب بس. نعم دكتور واضح. دعاء كاظم، نعم دكتور. زين. رقية ماجد، نعم دكتور موجودة. زين. ريان عبد الكاظم، مو ريان؟ نعم دكتور. زين. نعم دكتور. زكي صبري، منو هذا؟ اكو زكي صبري عندنا؟ نعم دكتور عندنا. وينه؟ نعم دكتور، نعم دكتور موجود. نعم دكتور. زهراء عبد الله، نعم دكتور موجودة. سارة عماد، نعم دكتور. والله دكتور قد صوتك، قد احب صوتك انت. شكرا دكتور. دكتور عندي سؤال. نعم.
دكتور إذا حققنا تنمية فقط من الناحية الجغرافية دون النظر إلى الناحية السياسية اقتصادية اجتماعية، هل هذا يؤثر في عملية التنمية أم لا؟ نعم، إذا تقصدين ننظر لها من ناحية جغرافية، يعني مو قصدك الجغرافيا بمختلف علومها، يعني جغرافيا سياسية، لو قصدك جغرافيا بكل فروعها وعلم السياسة بحده، شنو تقصدك يعني؟ دكتور من الناحية يعني الشاملة، أي من ناحية التنمية مستدامة ككل أقصد. إيه يعني من يعني تشوفين أنه الفرق بين النظرة الجغرافية مثلا ونظرة علم السياسة؟ نعم دكتور، أقصد هل هنالك يعني فرق إذا بس لبينا التنمية مثلا من ناحية الجغرافية دون النظر إلى الناحية السياسية، هل يؤدي ذلك إلى يعني نتائج غير مرغوبة، أي فشل عملية التنمية أم لا؟ اي نعم، اولا احنا قلنا بانه التنميه من وجهه نظر الجغرافيا بان الجغرافيا هو علم المكان، وبالتالي نظرته شموليه بما يملكه من تفسير وتحليل لما لديه من فروع متعدده بعلم الجغرافيا، يستطيع ان يعطي تمييزا واهميه في ارساء قواعد التنميه، يعني مثلا يعني الجغرافيا الزراعيه، الجغرافيا الصناعيه، الجغرافيا السياسيه، الجغرافيا كذا 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 كذا، يعطي نوع من التفسيرات اللي تهم موضوع التنميه. لكن الجانب السياسي هناك فرق، انه الجغرافي عندما ينظر الى التنميه ينظر الى توزيعها توزيعا عادلا بين المراكز البشرية أو بين المناطق البشرية أو مناطق السكان في الإقليم، سواء كان ارتفاع أو انخفاض في هذه المناطق، وأيضا يستغل ما متوفر من موارد ويستغل هذه الموارد ويوزعها توزيعا عادلا. السياسة لا تنظر إلى هذا الموضوع نظرة شمولية، السياسة قد تفكر في بناء مشاريع تنموية ولكن دون أن تعرف أيهما أفضل في المكان التي تبنى فيه هذه المشاريع، لأن ليس لديه دراية وعلم بالموضوع. وقد يعني تبنى مشاريع تنموية لأغراض معينة سياسية، وبالتالي قد تنحرم منها شرائح من المجتمع. إذن في هذا الموضوع أنا أقول بأنه الجغرافي أو علم الجغرافيا هو الأكثر شمولية في توزيع المشاريع التنموية، وإذا لم يتدخل الجغرافي أو تكون له رؤية بهذا الموضوع تكون لها مردود ليس إيجابي. شكرا دكتور. يعني دكتور أنه الجغرافيا أي تنمية جغرافية إذا ما تحققت يؤدي ذلك إلى فشل ربما العمل التنموي، ليس بالفشل المطلوب وإنما قد يحدث فوائد قليلة. نعم يعني لا يستفاد منها الاستفادة الكاملة، وقد تكون خاطئة، وقد تكون يعني ليس بما خطط لها. تمام دكتور شكرا. هلا بسارة. زين نسرين، عندنا نسرين لو صابرين، عندنا صابرين، مو صابرين سامي دكتور صابرين وينها؟ نعم دكتور. زين ومنو بعد؟ صالح، شنو صالح وليد، منو هاي؟ نعم دكتور. شنو منو؟ انا دكتور موجود. عبد الامير دكتور. ضحى. ها ضحى شنو ضحى توي قاعدة من النوم؟ لا دكتور بس براعيمي. ها اي مشافات ان شاء الله. شكرا دكتور. زين بعد منو غالب؟ ما تطلع عندي الاسماء كاملة. منو دكتور؟ انا ما صحت باسمي. شو اسمك انتي؟ دكتور انا دكتور زهرة عدنان. ها دكتور زهرة عدنان. ضحى عدنان. زين ضحى عدنان. لا دكتور زهرة عدنان عبد الله. زهرة؟ نعم دكتور. زهرة عدنان خلينا نشوف بالله اسمك بس. اه ايد نعم نعم. دكتور شو عندي اضافة؟ وزهرة عبد الله. وزهرة عبد الله. زهرة عبد الله. مو موجودة عندنا زهرة عبد الله ولا لا؟ دكتور من ساعة صحت باسمها.
شو وين راحت هسه؟ قالت نعم. شو وين راحت؟ نعم دكتور. اه جيد موجودة. زين انا ما سألت اسمي. شو اسمك عبد؟ منو انت؟ عبد الخالق غالب. عبد الخالق غالب، نعم عبد الخالق. عبد الخالق غالب، جيد. فاطمة. دكتور فاطمة. نعم دكتور. نعم معك عين؟ اي الموجودة دكتور. طبعا انت مسجلة مرتين يعني هنا موجودة، يعني لازم انت موجودة بال بمادة التنمية، مو مسجلينك مرتين يعني اسمك طالع مرتين. زين فاطمة علي شبيب. نعم استاذ. كرار ابراهيم. نعم دكتور. يا محمد كاظم. نعم دكتور. محمد كاظم. نعم دكتور. اي مصطفى كريم. مصطفى كريم ترى نقصكم تنقيص حاد بهاي اللي ما تحضرون. مصطفى كريم. مصطفى كريم. مصطفى كاظم. تراني ما صحيت باسمي. شو اسمك انت؟ رقية قاسم. يا رقية قاسم قلت انت يعني رقية قاسم. رقية قاسم لو رقية ماجد. لا دكتور قلت اني انا رقية ماجد. اه ماشي رقية. أي ماشي هاي رقية قاسم. دكتور اني رقية قاسم. اي اي سجلتك هاي. مصطفى كريم. مصطفى هذا غايب. زين كرار ابراهيم. نعم دكتور. جيد. نعم دكتور. بعد منو هذا؟ حيدر صاحب مصطفى. منو؟ نعم دكتور. منتظر حيدر. اه منتظر. اي نعم منتظر. منتظر حيدر صاحب. حيدر صاحب. ميثم طعمة. ميثم طعمة غايب. نور الزهراء. نعم دكتور. نور الزهراء. نعم دكتور. شو تي صوتك الشاب صوت سارة. زين بعد نور الزهراء طاها. نور الزهراء ريا. نور الزهراء طاها ياسين. نعم دكتور أنا موجودة. جيد. بعد منو ما سمع اسمه؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. أنا كان المايك ما ينفتح منها، طفي الجهاز وشغفت لوتي لو مستلوت. الله يحفظك إن شاء الله. لا والله استاذ من البداية بالمحاضرة. من البداية حتى كتبت لك بدردشة. كتبت بدردشة مالنا. بعد البقية بلغوهم غياب من راح أخلي السعي السنوي يعذروني، ترى أطيب بس اللي حصل عليه بالامتحان. وطبعا الامتحان عندكم أنتم، الدرجة عندكم مال الامتحان. أكو واحد ما أخذ الدرجة مال الامتحان مال إدمودو؟ زين ميثم أكو واحد عندنا ميثم طعمه؟ نعم. وينه؟ بشعبة باء. اي وين هو هسانه؟ ما أعرف ما أعرف. ايه ميثم هاي طبعا. هسا ذول اللي بس اللي سجلتهم حضور هاي طلعوا عندي حضور والباقي كلهم غياب. البقية كلهم غياب. دكتور. نعم. استاذ انا خابرني استاذ مسفر ورحت للكلية على مود الهويات. اي فاستوى لين قال الدكتور محمد اليوم محاضرته عندكم بلغه، قال اكو ممثل من المرحله الاولى ما جايبين الفلوس مال الهويات لا بنين ولا جبار بعد واحد. قل لي باسمائهم دقيقه بس.